أنا لا أشكر الاتحاد السعودي على تهميش الحكام في هذا الموسم، لكن الآن أنا أشكر الاتحاد السعودي على هذا القرار. مع القرار أنا مع القرار، لكن خلونا نرجع نظرة سريعة عن التحكيم في المملكة. أولا لا يوجد عندنا حكام محترفين، احنا نطالب. الأستاذ فهد المرداسي طلع وقال أن معالي رئيس الهيئة نقل وظيفته واهتم في النواحي اللي كانت تزعجه خارج دائرة التحكيم. السيد هاورد ويب اللي كان رئيس دائرة الحكام، وعلى فكرة من أميز الحكام في العالم، ومن خسرناه خسارة كبيرة أستاذ أحمد. نعم، في آخر عهدنا في الاتحاد السعودي طبعا كان 5 طواقم لكل نادي، كنا نحاول في آخر الأيام أن تخفض إلى 3 طواقم، وكان هذا توجه السيد هاورد ويب. للأسف تفاجأ طواقم أجنبية قصدك طواقم أجنبية تفاجأ السيد هاورد ويب أنها رفعت إلى 8، فممكن تكون سبب من أسباب رحيله من نحن لا نحتاج لك الموجود الآن هذا الموجود الآن لا نحتاج الآن إذا كان الحكم السعودي ما يشارك أصلا. طبعا عندنا في حاجة مهمة، وهذا طبعا دور الإعلام ودورنا كمسؤولين مثلا في الرياضة، لكن الإعلام يسحب الثقة دائما من الحكم السعودي قبل المباراة، يأثر عليه، وهذا دليل برضه من جلستنا هذه. جلستنا جزء من خليني أكمل لو سمحت لا تقاطعني أبو عنان. بس كلمة واحدة أبو عنان، أنا خليني أكمل الفكرة. لا لو سمحت، رؤساء الأندية هم اللي طالبوا، مو الإعلام يا أبو عنان. يا أبو عنان خليه يكمل كلامه عشان المعلومة توصل. ما في ولا واحد تكلم إلا أنت. أنا مقاطع في الداخل بعد، متحبة في المقاطعة. هو يقول الإعلام يا حبيبي رؤساء الأندية هم اللي طالبوا. ترى الفكرة اللي في بالك اللي كلمتني عنها ترى ما راح أفتحها إذا بتقاطع أبو عنان. لا هذا ما تعتبر مقاطعة، خلاص تعجيل معلومة. لو سمحت عشان تقول الإعلام هو اللي اقترح، الإعلام ما يأثر. طبعا الأستاذ فهد المرداسي ما هو حكم محلي، هو حكم عالمي الحقيقة، يعني حكم من أبرز الحكام في العالم، وأنا أقولها بكل صراحة يعني. لكن ايش المشكلة عندنا في التحكيم السعودي؟ المشكلة عندنا نسحب الثقة من الحكم قبل المباريات. الآن عندنا 4 أيام، ليتهم ما أعلنوا إلا في آخر لحظة. الآن عندنا 4 أيام نجلس كل يوم نسحب الثقة ونشكك، إلى أن يدخل الحكم فعلا وهو منزعج، يدخل الحكم وهو منزعج كثير من الطرح اللي موجود، رغم أن طبعا فهد المرداسي سينزل لهذه المباراة يسعى للتميز، يسعى لأن يكون فعلا يثبت أنه من أبرز الحكام في العالم ورايح كاس ما العالم. ما في حكم ما ينشد النجاح. أي نعم، لكن اللي يحصل منه العكس. اللي يحصل منه العكس في الإعلام. وكذلك على فكرة رؤساء الأندية مستفيدين من الحكم المحلي، لأنهم يرمونها عليه على طول بمجرد خسارة الفريق. يطلع رئيس النادي، طبعا رئيس النادي هو أكبر المخطئين في أول شيء. رئيس النادي كان عنده أخطاء في التعاقدات، كان عنده أخطاء في إدارة الفريق، كان عنده أخطاء في التعاقدات مع المدربين، وفي الأخير كل هذه الأخطاء كلها يوهم المجتمع، يوهم الناس بأن ضربة الجزاء اللي ما حسبت ولا الكرت الأحمر ولا هذا أنه هو سبب كل شيء وإخفاق النادي الفلاني في هذا الدوري كامل، ويحملها الحكم عندنا حلقة ضعيفة ولن يتقوى بهذا الطرح الإعلامي اللي موجود الآن في المملكة. في المملكة هذا خطأ. أنا لا أشكر الاتحاد السعودي على تغييبه، أنا تكلمت في بداية الكلام، أنا لا أشكر الاتحاد السعودي عن تغييبه هذا المدة كاملة، لكن يشكرهم على أنه موجود. لكن هل الحكم المرداسي جاهز؟ نعم جاهز. طيب نعم جاهز الحكم السعودي. طيب أبو صهيب. طيب أنا آخر واحد بيتكلم، معناته ما حد عنده حاجة يقول يقاطع. لا لا، في لسه تونا. أنت مع ولا ضد؟